ورحمة الله وبركاته، معاكم زينب يسري من تيم اور كورس. ان شاء الله هنعمل النهاردة ريفيجن عن المحاضرة الأولى في الفسيولوجي في الموديول الجديد بإذن الله. طبعا كورسان طيبين ورمضان كريم ان شاء الله علينا وعليكم جميعا، وان شاء الله بداية موفقة في الموديول ده وربنا يوفقنا فيه ويكرمنا ويعدي على خير زي كل مرة. طيب احنا المحاضرة هنحاول نلم فيها معظم الحاجات اللي الدكتورة قالتها، هي في حاجات محتاجة شرح يعني ومكتوبة كده باختصار في المحاضرة، ولكن الدكتورة شرحتها لأن جاي عليها أسئلة، وهنشوف الدكتورة أكدت على إيه. يعني لو محد سمع المحاضرة بتاعتها نحاول نلم الموضوع أهم حاجات اللي هي قالتها، وإن شاء الله نخرج يعني لمين الموضوع كويس. طيب هو هنا بدأ كده بـ MCQ بس إن شاء الله يعني نحله في آخر المحاضرة. طيب أول حاجة بيقول إن البلد هو عادي كونكتيف تشو لكن فلويد يعني سائل، وبيسيركوليت في الكاري فاسكولار سيستم، بيمشي في الدوره الدمويه بتاعه الجسم، ما فيش حاجه مهمه قوي يعني هنا. وبعد كده يدخل على البلاد كومبوننتس، بيقول لنا البلاد بيكون ايه. والله احنا عندنا البلاد بيكون حاجتين، يا اما بلازما سيلز يا اما بلازما سيل ايه بلاد سيلز يا اما بلازما. البلاد سيلز 45% والبلازما 55%. طبعا في صوت غريب كده بره، انا بعتذر طبعا يعني رمضان وكده، فهو الوقت يعني ما بيهداش، ما فيش هدوء خالص. هو لو هنضطر بقى في وقت معين يعني كده بيبقى فيه هدوء، ولكن احنا عايزين نسجل النهارده طبعا رمضان، يعني من العادات بتاعتنا ما بيبقاش فيه هدوء يعني في الشوارع وكده. فالمهم البلاس سيلز عندنا ثلاث انواع منه، الريستروسايت والليكوسايت والثروموسايت. الريستروسايت اللي هي الريد بلاس سيلز، والليكوسايت اللي هي الوايت بلاس سيلز، والثروموسايت اللي هي البليت السفائح الدمويه. طيب البلازما عندنا مكوناتها يعني ووتر 90% وديسولفنت سبستنس 10%. هنعرف ان الديسولفنت دي بتتقسم لحاجتين، يا اما اورجانيك يا اما نان اورجانيك، وفي جزء غاز من ضمن البلازما لكن يعني نسبه لا تذكر. طيب بيقول بقى البلاد فوليوم عندنا في النورمال يعني ان هو بيبقى بيمثل حوالي 8% من التوتال بتاع البادي ويت، يعني احنا حجمنا حجم الجسم بتاعنا هو بيبقى حوالي 8% منه. يعني لو جينا ندي اكزامبل كده، بيقول ان في الادلت ميل اللي مثلا وزنه 70 كيلوغرام هنلاقي ان البلاد عنده الفوليوم بتاعه الحجم البلاد بتاعه 5.6 لتر، يعني حاجه مش مهمه، ولكن الدكتوره قالت ان ممكن الارقام دي يعني هي مش مهمه ولكن ممكن تيجي يعني MCQ. جنرال فانكشن بتاعت البلاد بصراحه انا حابه ان احنا نقولها في الاخر علشان نمسك كل فانكشن، يعني اللي هو مثلا ايه اميونيتي ديفنس مش عارفه ايه ستوب البليتنج، فاحنا يعني في الاخر لما نعرف مكونات البلاد اللي مسؤوله عن الحاجات دي نيجي نقول فانكشن بتاعت البلاد. تمام طيب ندخل على بلازما. بيقول ان هنا ان البلازما يعني لايت يلو فلويد، يعني حاجه كده اصفر فاتح. تمام بيقول طبعا احنا عارفين ان بيتكون 55% من البلاد، مش حاجه مهمه برضو. بيقسمها مكوناتها المايت ماس دي حلوه جدا، بيقول ان البلازما عندنا ووتر 90% دي سولفنت سوليوت 19% وفي بلاد جازز، يعني دي نسبه ضئيله جدا. طيب بعد كده بيقول ان الاورجانيك سبستنس حوالي 9.1% والان اورجانيك سبستنس 9.1%. الارقام دي مهمه جدا طيب عشان بقى يعني دي في السوليوشنز اللي بندخلها للجسم والحاجات دي، يعني طبعا اظننا واخدين كلها يعني كلنا واخدين فكره عنها. طيب عندنا الاورجانيك هتقسم تاني حاجتين، يا اما بلازما بروتين يا اما اذر. طيب التسعة واحد من عشرة دول هيتقسموا ازاي؟ هيتقسموا 7.1 و2. 7.1 دي البلازما بروتين اللي احنا هنعرف مكوناتها دلوقتي. طب ايه الاذر اللي هي 2% دي؟ والله دي الليبيد مثلا، الانزيم، الهرمونز، النيوتريشنز، الويست برودكتس، يعني الحاجات اللي اصلا البلازما بروتين شايلها. تمام بعد كده الاورجانيك اللي هي الكريستالويدز تالويت. تمام اللي هي صوديوم او الكلورايد او البوتاسيوم، دي مكونات البلازما او البلازما. قلنا بلازما بروتين قلنا ان هي 7.1% والاثنين كان اذر. بيقول ان هو الاماونت بتاعها يعني بيبقى من 6 لـ 8 كيلو جرام بير ديسي لتر، والرقم ده مهم جدا الدكتوره اكد عليه انه الارقام دي كلها يعني الارقام دي كلها مهمه جدا. تمام وتمييزها مهم، تمييزها اللي هو ده مهم جدا. تمام لان كل المكونات في البلاد بتبقى بالملي جرام، لا دي بالجرام. تمام تاني حاجة عايزين نعرف تاني ان دي الاماونت بتاعها بيكون من 6 لـ 8 كيلو جرام. كيلو جرام ايه؟ جرام، معلش انا اللي غلطت.
نعمل اكد ان هي نعرف ان دي جرام، تمام خلاص. عندها 4 طيب من يعني مكونات البلازما بروتين، 4 انواع من البروتين. هي عندنا البيومين، اي حاجه اخرها اي ان بروتين، يعني البيومين، جلوبيولينز، والدكتوره قالت اس عشان ده الوحيد اللي بيبقى فيه سب تايب، يعني نعرف برضه ان الجلوبيولين هو البروتين الوحيد من البلازما بروتين اللي بيبقى ليه سب تايب. الفايبرونوجين، البروثرومبين. طيب الالبيومين ده بروتين الابيض، البيوم تمام. جلوبيولين ده البروتين القروي. الفايبرونوجين فايبرين، جين تصنيع الفايبرين، البروتين المصنع للفايبرين. فايبرين ده اللي هنستخدمه في تكوين الجلطة اللي هو الفايبر يعني. طيب البروثرومبين، برو قبل ثرومبين، انا هنعمل بيه برضو اثروم بس اللي هي الجلطه. طيب هنستخدمه يعني كل واحد هيبقى ليه وظيفه يعني اللي هو اصلا من البلاد فانكشن يعني. طيب طيب الالبيومين نسبته من 3.5 ل 5 جرام بير ديسيلتر، وده سمول في الموليكولار ويت ولكن موست ابوندنت. يعني ايه abundant؟ هو واضح جدا لان هو عدده او كميته كبيره بالنسبه لمكونات البلازما بروتين، فهو اكبر مكون فيها من حيث النسبه، يعني نسبته كتير يعني موجود بنسبه كبيره جدا كده 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 كده، وهو حجمه صغير جدا، هو لو في الموليكولار ويت. تاني واحد الجلوبيولين 2.5 كيلو جرام، وبيقول ان هو يعني ليه سيفر سب تايب، عنده انواع كتيره، وده طبعا حاجه بتميزه ان هو الفا 1 والفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2 وجاما. الجاما ده مهم جدا، هنعرف برضو ان الالفا والبيتا دول اللي بيكونوا كروتين فاكتورز، وكمان بيستخدموا في الترانسبورت او الكارير، تمام. الجاما بتاع الانتي بودي. طيب دي نبذه بسيطه كده على ما ناخده. الفايبرونوجين بيبقى 4 من 100 جرام، وبيكون لارج في الموليكولار ويت، يعني الفايبرونوجين ده عدده قليل ولكن هو حجمه كبير، فحجم كبير ده برضو هينفعنا في حوار الفيسكوسي اللي هي اللزوجه، ده اللي هيزود لزوجه البلازما. طيب دكتوره طبعا سكمتها يعني قالت ان اف مع فور تمام. البروثرومبين بيكون 1 من 100 جرام. طيب السايت بتاع الفورميشن، هما بيتكونوا فين؟ كل البلازما بروتين بتتكون في الليفر، اكسبت ان الجاما ان اديشن ان هو بيتكون عادي في الليفر، هو بيتكون في البلازما سيلز اللي يعني ده نوع من الوايت بلاد سيلز، بيكون كمان الجاما جلوبيلين. يعني نعرف ان كلهم عادي بيتكونوا في الليفر، ولكن بالاضافة للجاما ده هيتكون تاني في البلازما. لذلك الدكتورة برضو قالت سؤال، قالت انه لو حصل مثلا حاجة اثرت على الليفر انه مش هيكون البلازما بروتين، كل البلازما بروتين مش هيكون ما عدا الجاما ده. الجاما ده هنلاقيه متكون عادي جدا، يعني مش ان هو الليفر هيأثر انه مش هيكون، ده الوحيد اللي هيكون علشان البلازما سيلز بتكونه بالاضافة للليفر. طيب تاني حاجة عندنا حاجة اسمها البيومين جلوبيولين ريشيو. طيب بيقول ان دي ان الريشيو دي بتوين البلازما ليفل بتاع الالبيومين والجلوبيولين، دي النسبة بين الالبيومين والجلوبيولين، وفي النورمال رينج بتاعها بيكون من 1.2 ل 1.6، يعني ازيد من 1، ده النورمال بتاعها. طيب لو حصل ايه بقى اللي بيخليه مثلا تزيد او تقل النسبة دي؟ والله احنا عندنا ايه على جي، فبالتالي احنا لو عايزين نقلل النسبة دي، يا اما هنقلل الايه يا اما هنزود الجي، ده بس مقام رياضه تمام. ديكريز الالبيومين ليفل، ايوه احنا عايزين نقلل الريشيو دي، فاحنا نقلل الاول ايه الالبيومين. طب هنقلله في حالات ايه؟ احنا عندنا 3 حالات هيقل فيهم الالبيومين، يا اما في حالات الليفر ديزيز لو عندنا مثلا ليفر سيروزز او كده، ده هيأثر على الالبيومين فمش هيخليه يتكون، لان احنا عارفين البلازما بروتين بيتكون في الليفر، فبالتالي هيقلل نسبه الالبيومين هنا. طب لو حصل كيدني ديزيز، طب ما كيدني ديزيز اصلا هتنزل البيومين كتير، هيبقى في برضو لو في نفروزز او كده هيقلل نسبه الالبيومين، زي ان هو هيخرجه كتير في اليورين، البيومين لوس في اليورين، لان هو طبعا احنا عارفين هو لو موليكولار ريت، فبالتالي ده اكتر حاجه من البلازما بروتين ممكن ينزل، لانه يعني حجمه صغير جدا وعدده كبير تمام. وكمان بالاضافه انه هيقلل الالبيومين وهيقلل برضو شويه من الجلوبيولين، هيقلله شويه حبه بسيطه جدا، فبالتالي البلازما سيلز هتعمل رد انها تزود الجلوبيولين، فلما تزود الجلوبيولين ده برضو هيساعد ان الريشيو دي تقل تمام، ولكن هي مش مكتوبه بس يعني اعرفها.
وكمان في حالات السيفير بيرن لو لو في حروق جامده، طبعا احنا عارفين ان الحروق بتخلي الجسم يفقد فلويد كتير منه، فبالتالي لما يفقد فلويد اهو دويتو البلازما لوس، احنا هنفقد من البلازما، فبالتالي هيقل طبعا الالبيومين، فاحنا هنفقد من ضمن البلازما ده الالبيومين. ابسنس للسكنز بارير في البيرت اريا، يعني لما يحصل بيرن عامه هيقل البلازما او الفلويد في الجسم كله، فهيخرج عدد الالبيومين. طيب طب احنا لو عايزين برضو نقلل الريشيو بس عن طريق ان احنا نزود الجلوبيولين ده، هنعمل ايه؟ هيبقى فيه زياده في الجلوبيولين، زي احنا عارفين ان الجاما جلوبيولين بتكون الانتي بودي، فاحنا لو تعرضنا لسيفير انفكشن هتخلي ينتج انتي بودي كتير، فبالتالي الجلوبيولين من البلازما سيلز هتزيد كتير، فبالتالي هيزود نسبه الجلوبيولين ده، وهيقل الريشيو بتاعه الالبيومين جلوبيولين اللي اسمها ايه، هايبر جاما جلوبينيميا. طيب يعني زياده هايبر، زياده الجاما جلوبيلين ده اللي هي الجاما جلوبيلين ايميا في الدم، زياده الجاما جلوبين في الدم. والاوتو اميون ديزيز برضو هيكون انتي بودي اجينست البروتين اللي هي الانترن بروتين بتاعتنا عاديه، فيبقى في انتي بودي دي، المهم ان في انتي بودي هيتكون، فلو لما الانتي بودي يتكون ده بيخلي الجاما جلوبيلين يتكون، وده برضو جلوبيلين في الاول في الاخر، فبالتالي يقلل الريشيو بتاعه الالبيومين جلوبيلين. طيب احنا عايزين نزود النسبه دي، النسبه دي هتزيد عن طريق هو بس هتزيد عن طريق ان احنا نقلل الجلوبيلين، لان ده في البسط، فلما نقلل البسط البتاع كله يزيد، فبيزيد النسبه بتاعه الالبيومين جلوبيلين. طب ده هيقل ازاي الجلوبيلين؟ ده حاجه كونجينيتال، ازاي؟ ان احنا هو بيتولد عنده ديفيشنس في الجاما جلوبيلين ده، فبيبقى فيه كونجينيتال جاما جلوبينيميا، برضه نقص الجاما في الدم، حاجه كوجينيتال اللي هي كوجينيتال ابسنس للجاما جلوبيلين. ايه بقى اهميه الريشيو دي؟ بيقولوا ان هو يعني تست سهل، يعني احنا لو عايزين نقيس الموضوع ده هو سهل جدا ان احنا نعمله، يعني نقيسه. تاني حاجه بيقول انه بيتابع تطور المرض والافكت بتاع التريتمنت، يعني ايه؟ احنا عندنا طبعا الريشيو دي بتقيس لنا لو في ديزيز في الليفر او الكيدني، احنا عارفين الموضوع ده. طيب او في حالات الانفكشن وكده او الاوتو اميون ديزيز. طب احنا برضو من التست ده هنشوف يعني الديزيز نسبته، يعني مثلا هنلاقي الريشيو دي بتقل او بتزيد، فاحنا نشوف هو ديزيز بيزيد ولا بيقل او كده. والافكتيف تريتمنت احنا لما ندي نعالج الموضوع اللي هو لو الكيدني او الليفر ديزيز، لما نيجي نعالجه هنلاقي هو يعني التريتمنت او العلاج اللي احنا بنديه هو بيعمل فعاليه ولا لا، بيعمل فعاليه ولا لا، فده برضو يساعد في ان احنا كل شويه نقيس التست ده. هو تست سهل، فاحنا نشوف هو العلاج شغال ولا لا. كمان الدكتوره اكدت على الحته دي جدا، اكدت على الحته دي جدا جدا، بتقول ان هو برو جينوستيك، يعني مش دايجنوستيك، لا هو برو جينوستيك اللي هو مش بيستخدم في تشخيص الديزيز ده، يعني مش الليفر ان احنا نعمل تست ده كده ده عنده ليفر ديزيز، لا هو بيتابع بيشوف تطور الديزيز ده او علاجه او كده، يعني هو تنبؤ لل من يعني تنبؤ للديزيز ده، مش ان هو بيشخص ان فعلا المريض ده عنده الديزيز ده بس، فهو يعني بيساعد ان احنا نتابع المريض ده نشوفه يعني المرض وصل عنده لفين لكده، ولكن مش بنقول ان والله لا ده عنده ليفر ديزيز او كيدني ديزيز، يعني في تستات تانية اللي بتبقى بتاكد الموضوع ده، بتبقى دايجنوستيك اكتر. يعني طيب الفانكشن بتاعت البلازما بروتين بيقول عندنا حاجات سبيسيفيك وحاجات نون سبيسيفيك، تمام. طيب الحاجات السبيسيفيك تبقى خاصه باللي هي يعني المكونات بتاعتها، الالبيومين والجلوبيولين فايبرينوجين والبروثرومبين. طب نعرف كل واحد بيعمل ايه، كل واحد متخصص في حاجه معينه. الالبيومين اوزموتيك بريشر، ليه؟ لان احنا قلنا المولكيولار ويت بتاعه قليل جدا جدا وعدده كبير، فالاوزموتيك بريشر تعتمد على العدد، مش الكميه، مش الكبير او صغير، لا هو بيعتمد على العدد. فالاوزموتيك بريشر اللي بيختص فيها في البلازما، لان احنا هنعرف ان البلاد لا مش دي ما علينا، انه المهم يعني الاوزموتيك بريشر بيساعد فيها جدا الالبيومين. طب الديفنس اللي هي الوسائل الدفاعيه او المناعه او كده بيساعد فيها الجاما جلوبيلين، لانه هو بيكون انتي بودي. طيب الفيسكوستي ده بقى اللي انا هتكلم فيها، الفيسكوستي الفايبرونوجين، ليه الفايبرونوجين؟ لان هو المولكيولار ويت بتاعه كبير جدا، فبيخلي لزوجه الدم عاليه لزوجه البلازما، لان المختصه في لزوجه الدم هي الار بي سيز،
لكن المختصه في زوجه البلازما هي الفايبروجين، والدكتوره قالتها كسؤال برضه. كلوتينج ليه عملت تجلط او ان احنا نعمل غلطه؟ الفايبروجين لانها تكون فايبر، والبروثرومبين تكون الثرومبس. تمام. النون سبيسيفيك او الاذر اللي هي الكارير بتشيل حاجات، يا اما حاجات يوسفل يا اما حاجات هارمفول، هنعرفها دلوقتي. المهم هتبقى كارير يعني. وقلنا كمان المختص انه يبقى كارير الالفا والبيتا جلوبيرين. تمام. بافرينج، وهنعرف يعني ايه بافرينج. الكنترولينج الكابيلاري برميابيلتي، بتتحكم في البرميابيلتي بتاعه الكابيلاري يعني اللي هي بتاعه البلد. طيب الاوزموتيك فانكشنز، بيقول ان الاوزموتيك فانكشن بريجوليت الموفمنت بتاع الووتر بتوين التو كامبر. يعني احنا عارفين ان لو فيه كده وهنا في ميه ومش عارفه ايه، دي الاوزموتيك بريجن اللي هي نقل الميه مكان لتاني على حسب تركيز الايونز يعني فيه. التوتال اوزموتيك بريجر في البلازما بتكون 5000 ملي متر ذئبه. ده يعني ده قياس الاوزموتيك بريجر، ضغط الاوزموتيك بريجر في البلازما بيكون كذا. طيب بيقول يعني الكريستالويد ده اللي هي الايونز اللي هي الصود يعني ان اي سي ال، او الكلويد اللي هو الكلويد ده اللي هو الالبومين، الالبيومين ده الكلويد اللي هو في البلازما بروتين. طيب يبقى احنا عندنا حاجتين بيساعدوا في الاوزموتيك بريجر، يا اما كريستالويدز يا اما كلويد. الكريستالويد اللي هو الايونز، الكلويد اللي هي البلازما بروتين اللي هو الالبيومين. طيب بيقول ان برغم ان الكلويد دي بتساعد من حيث الاوزموتيك بريجر في حوالي 25 ملي جرام ذئبه، يعني احنا قسنا نسبه المساعده بتاعه الكلويد لانها 25 من ضمن ال 5000، يعني الاينز او الكريستالويد دي بتمثل الباقي بقى، مش عارفه 4000 وحاجه، مش مهم انا سقطت حساب ماشي. المهم ان دي نسبتها ضئيله جدا، ولكن هي افكتيف جدا، يعني هي دي يعني امبورتنت في موضوع الموضوع البلازما، الموضوع الاوزموتيك بريجر. ليه؟ لان احنا عندنا وجود الايونز بيبقى بره وجوه في البلازما وبره البلازما، النسبه يعني رايح جاي متساويه، لان يعني بتعدي من البرز وان هي صغيره جدا فراحه جايه، النسبه ثابته هنا وهنا. يعني مثلا لو جينا عملنا بتاع كده، النسبه هنا اتنين اهو مثلا او تلاتة، هي نفس النسبة هنا، دي نسبة الكريستالويد. طب هنا بقى البلازما بتتفوق عن بره ايه اللي هي موجود فيها؟ طبعا الالبيومين، ولكن هو نسبته ضئيلة 25، ولكن ده بيتفوق على اللي بره ان هو عنده نسبة من ضمن الاوزموتيك بريجر 25، فده بيخلي فيه افكتيف شوية ان ننسب الاوزموتيك بريجر للالبيومين. تمام. بيقول ان بيكوز بلازما بروتين ار اونلي ذا كومبوننت البلازما كانت ليه. بيقول بقى ده بسبب ان هي البلازما بروتين دي مش بتغادر خالص البلاد سيلز، بلاد فيزل، لكن ال ان اي سي ال يعني او الصوديوم والايونز دي عادي راحه جايه. تمام. لكن دي مش بتغادر، فدي متركزه في البلاد، بلاد فيزل يعني. بيقول ان الفانكشن ده بول ووتر فروم تيشو تو بلازما وزن، او ان هو يعني بيودي الدم من البلازما للتيشو، يعني دايره في السيركل يعني سيركيليشن بتاعه الكارديوفاسكولار سيستم. الاوزموتيك بريجر بتاعه البلازما بروتين كوز ملي بالالبيومين، احنا قلنا ان هو ده علشان مش بيغادر البلاد فيزل، بيكون 80% بسبب انه جريتر في الاماونت وسمولر مولكيولر ويت، اللي بيخلي بقى الالبيومين نقول عليه ان هو 80% من البلازما بروتين اللي بيمثل في حوار الاوزموتيك بريجر ده، ان هو جريتر في الاماونت، يعني احنا قلنا من 3.5 ل 5 جرام، وهي اصلا بتاع البلازما دي كانت مش عارفه 7.1. طيب فدي نسبه كبيره يعني منه، وهو كمان سمول مولكيولر ويت يعني عدده كبير كده، واحنا قلنا ان الاوزموتيك بريجر بتعتمد على العدد. ديكريس في البلاد البيومين، لو حصل بقى ديكريس في البلاد البيومين هنلوس للووتر في تو انترستيشال تيشو، هيحصل اديما. يعني ايه؟ احنا لما البيومين يقل في الدم، فبالتالي احنا عندنا ما بقاش فيه تركيز جوه، بقى الميه او التركيز بره اعلى، فبالتالي الميه هتخرج من البلاد هتروح للانترستيشال تيشو، وهتدخل كمان في الانترستيلر، فهيحصل انتفاخ للتيشو ده وهيحصل اديما بقى. تمام. تاني حاجه الديفنس فانكشن اللي هي يعني الدفاعيه، بيقول ان الفانكشن دي بتاعه الجاما جلوبولين انتي بودي، بيقول ان الالفا والبيتا جلوبولين بيفورم بيمثل كارير يعني. تمام. الجاما بتاعه الانتي بودي والالفا والبيتا بتاعه الكارير. طيب الفيسكوستي، قلنا الفيسكوستي متخصصين في الفايبروجين. ليه؟ لانه هو لارجر مولكيولر ويت فانكشن للار بي سيز والفايبروجين. الار بي سيز قلنا ان هي في الدم كدم يعني، لكن الفايبروجين ده في البلازما. This viscosity is essential to maintain the arterial blood pressure and tissue perfusion. بيحافظ على المياه بتاعت التشو والضغط بتاع الدم. ليه الضغط بتاع الدم؟ لان زوجة الدم كل ما تكون عالية
كل ما تخلي او في الضغط بقى، يعني بتحافظ على ضغط الدم شوية، لان يعني بتخلي سعرات الدم فيه ستيز، يعني ثبات فيه. تمام. كلوتينج فاكتور او الكلوتينج عامة، تكوين الجلطة او عوامل التجلط، ده بيبقى في بسبب يعني اللي بيمثله يعني الفايبرونجين والبروسترومبين، اللي بيكون البلاد كلوت في الهيموستيزس، اللي هو في حالات البليدنج وكده النزيف، بنكون على طول الكلوت او الجلطة من الفايبرونجين والبروسترومبين. عندنا بقى الكارير، دي كانت النون سبيسيفيك، احنا خلاص السبيسيفيك. النون سبيسيفيك عندنا الكارير، الكارير اما بيشيل حاجات يوسفول يا اما حاجات هارمفول. اليوسفول بيقول ان هي بيكارير للامبورتنت سمول سبستنس للبلاد، زي مثلا الهرمون، بنشيل الحاجات المهمه زي الهرمونز، السيروكسين او سكس هرمون، الفيتامين الريتانول اللي هي الفيتامين اي، الميتلز الاف اي والكالسيوم والليبيد. الليبيد ده احنا طبعا لازم نحمله على حاجه علشان ما يروحش بقى يترصف في اوعيه الدمويه، يعمل لنا اسمه ايه، تصلب شرايين وكده. تمام. بيقول بقى ذلك بريفنتنج زير لوس في اليورين، احنا طبعا بنشيلهم ليه على كاري عشان نحافظ عليهم ان هم طبعا ما يخرجوش في اليورين، او ان هم يبقى ريزرفوار، يعني نخليهم مخزن يعني لحد الحاجه بتاعتهم. تمام. الهارمفول بقى عندنا البلازما بروتين بتكون كارير للهارمفول سبستنس، سو بريفنت زير هازارد، زي الالبيومين بيبايند للبيليروبين. الالبيومين بيحمل البيليروبين، البيليروبين ده لو سبناه كده فري في البلازما هيعمل ايه، هيروح للنيرف سيلز وهيحصل لها دامج، هيعدي البرين. وهنا الدكتوره بقى قالت حاجه مهمه، بتقول ان البيليروبين ده اكتر حاجه خطر فيه، انه لما يحصل في حالات النيونيت، يعني لو واحد لو طفل يعني لسه مولود وعنده سيفير انيميا او عنده جاندس مثلا صفرة او كده، ففي تكسير للار بي سيز كتير عنده، فبالتالي لما يبقى فيه يعني تكسير للار بي سيز مش هنحمل البيليروبين ده، فالبيليروبين هيبقى فري في البلازما لان مفيش البيومين. طيب ده بقى طبعا البيليروبين موجود عادي في البلازما فري، ده هيخليه ان هو يروح للبلد، فده خطر ليه في الاطفال، يعني لان عندهم البلاد برين بارير مبيبقاش لسه متكون قوي، فلما يروح هيعدي عادي بسرعه البلاد برين بارير وهيدخل للنيرف سيلز وهيعملها دامج، وده هيعمل شلل في الدماغ مدى الحياه، فده يعني وحش في كده، وحش في النيونيت في كده لو حصل لهم يعني سيفير انيميا. دي الحته اللي الدكتوره قالتها. يعني تاني حاجه البافرين فانكشن، البافرين ده يعني ايه، يعني هي بتحافظ على بي اتش بتاع الدم. عندنا كل البلازما، كل البروتين اللي في جسمنا بيبقى من النوع المتردد، يعني ايه، يعني احنا في حالات الاسيد انا هبقى بيت، في حالات البيت هبقى اسيد، ده بيحافظ على البي اتش. احنا عندنا بيقول ان الاوبتم اتش اينز كونسنتريشن في فيري فايتال فور، مش عارفه ايه، مش مهم يعني، المهم بيقول ان البلاد بي اتش بتاعنا 7.4، فبيقول ان البلازما بروتين بريفنت السيريس تشينج في البلاد باي اباوت 25%. يعني ايه، يعني احنا عندنا حاجات كتيره جدا بتحافظ على البي اتش بتاعه البلاد، ولكن البلازما بروتين بتحافظ بحوالي 15%. طيب بيقول ان البافرين فانكشن ده، ان البلازما بروتين بتكون انفوتيريك، انفوتيريك سبستنس يعني من النوع المتردد، زي كان بي ايونايز زي اسيد او الكلايت، سينس زي كونتين بوس كربوكسيل، عنده كربوكسيل جروب وامينو جروب، عنده ده يخليه حمض وده يخليه قاعده. طيب بيقول النورمال بي اتش، يعني احنا في حالات النورمال بي اتش في البلد هو 7.4. طيب احنا في العادي في النورمال ان البلازما بروتين دي بتكون موجوده ويك اسيد، ويك اسيد ليه، لان احنا 7.4 مايل ناحيه الالكالين شويه والبيز، يعني فاحنا في العادي ان البلازما بروتين ده بتكون ويك اسيد، اللي هي بروتينيك اسيد، بروتينيك اسيد. طيب وممكن كمان ان البلازما بروتين دي تمسك في الصوديوم وتبقى بلازما فورمينج ان ايه بروتينيات، يعني ويك بيس، يعني احنا عندنا حبه بيبقوا كده عادي ويك اسيد لان احنا في حاله البلاد ده 7.4 فانا بيز، وممكن في حبه كمان عشان بيبقوا جاهزين لاي اسيد يجي لنا يمسك في الصوديوم، يعني مننا صوديوم بروتينيات يبقى ويك بيز، يعني احنا كنا عندنا النوعين عندنا مستقبلين اي حاجه، احنا في الطبيعي عشان البلاد بيبقى بيز شويه فاحنا ويك اسيد. طب احنا عايزين نامن نفسنا لو جالنا حاجه اسيد جدا جدا اكتر من ان هو اكتر من الطبيعي، يعني حمض قوي، لا احنا نجهز نفسنا نخلي حبه كده بيز على جنب، اللي هما ايه ان ايه مع البلازما بروتين ده. طيب بيقول بقى ده اكزامبل، بيقول وطبعا هنا كان في يعني المفروض انه دكتور ناي كان شارحها اللي هي سترونج بيز، ولكن بصراحه انا مش عارفه، هي الدكتوره ما علقتش عليها، هي قالت ان هيبقى ويك بيز وخلاص، بس ممكن هبقى اسال في الموضوع ده يعني ان شاء الله.
المهم انه بيقول في حالات السترونج اسيد اللي هو اللاكتيك اسيد، لو احنا دخلنا في الجسم مثلا من الميتابولايز او العضلات او كده يعني، فده عمل يعني فيه تكوين لاكتيك اسيد في البلاد. يعني بيقول ان البفر بتاعنا هيبقى بالان ايه بروتينات، ليه؟ لان ده اسيد، فاحنا هنقابله بالبيز اللي هو ان ايه بروتينات، فورمينج ذا بروتينيك اسيد، هنكون بقى بروتينيك اسيد اللي هو كان ايه، كان ويك اسيد. ان احنا يعني هناخد الاسيد ده، ثواني، هناخد الاسيد ده مع البلازما بروتين اللي هي اصلا مع الان ايه بروتينات، تمام؟ فهنكون ايه بروتينيك اسيد اهو، وهناخد الان ايه مع اللاكتيد ده، يعني احنا لاكتيك اسيد هناخد الاسيد مع البروتينات يعملوا بروتينيك اسيد، اللاكتيك مع الان ايه يعمل لنا ان ايه لاكتيك اللي هو ويك ماده يعني مش مهم. فالمهم ان احنا حولنا السترونج اسيد ده لويك اسيد، تمام؟ بيقول لي ذلك كونفرتنج سترونج اسيد انتو ويك اسيد بي بريفنت ماركت تشينج في البلاد بي اتش، يعني هنخفف انه يحصل اي تغير في البي اتش بتاعنا، فاحنا كده حافظنا على البي اتش بتاع الدم. طيب بيقول كنترولينج الكابيلاري بيرميابيليتي، عندنا البلازما بروتين كلوز موست اوف كابيلاري بورز اند ذس ليميتنج بيرميابيليتي. بيقول اصلا يعني مثلا هي الدكتوره شافت الموضوع ده ازاي، قالت ان البلازما بروتين بتيجي كده على البورز وتعملها كلوجر بتقفلها، فده بيقلل البيرميابيليتي بتاعتها. بالتالي خلاص بلازما بروتين كلوز او كلوز النص كابيلاري بورز بتقفلها، فبتعمل ليميتنج للبيرميابيليتي، ما بتخرجش حاجه كتير. بيقول بقى في حالات مش موجود البلازما بروتين ده فهيعمل ايه، مش هيعمل كلوزر للبورز، فبالتالي هتفتح فيعمل هايبو، في حالات الهايبو بروتينيميا يعني نقص البروتين في الدم، نقص البلازما بروتين ده الميم سيبتونز هيحصل ايديما. ليه بقى؟ لان احنا البورزة تبقى مفتوحة جدا، فالبورز مفتوحة جدا فهيخرج مية، وكمان مفيش يعني احنا نقول الميكانيزم بقى بالمرة، حوار الايديما ده هيكون ازاي، احنا عندنا مفيش قفل للبورز بسبب ايه، بسبب مفيش بلازما بروتين. طيب البلازما بروتين لما قلت مش هي قلل معاها الالبيومين، طيب الالبيومين ده كان مسؤول عن ايه، عن اوزموتيك بريشر، فبالتالي مفيش اوزموتيك بريشر فهيخرج مية كتير بره، بره الايه يعني من البلازما او من البلد بره الانترستيشال او الانترسيلر يعني، فهيخرج بره يدخل في الخلايا خلاص يعمل اديمة. ده ميكانيزم واحد عشان مش مكتوب، يعني هي الدكتورة قالت كده، قالت ان نقص البلازما بروتين بالتالي هينقص الكولويدال بريشر اوزموتيك بريشر، بعد كده هيحصل ان البلد هيروح للانترستيشال فيلد والانترسيلر فهيعمل اديمة. دي واحد كده اول ميكانيزم. تاني ميكانيزم ان احنا عندنا نقص البروتين هي بلازما بروتين، تمام، وهيعمل ايه، مش هيحصل كلوجر للبورز، مش هيقفل البورز، ولما ما يقفلش البورز هيزود البيرميابيليتي، فبالتالي هيخرج المية من الدم يعني برضو للانترستيشال او الانتراسيلر فهيحصل برضو اديمة. ده اتنين ميكانيزم بتوع البيرميابيليتي يعني اللي او بتوع الاديمة، اللي بسبب نقص ايه، بسبب نقص البلازما بروتين، لكن في العادي انها بتحافظ تعمل ليمت للبيرميابيليتي ما تخرجش عشان بتقفل البورز دي. الحمد لله خلصنا، بس احنا كان عندنا ايه الفانكشن بتاعه البلاد. هنا كان بيقول ترانسبورت ميني سابستن زي الـ O2 والCO2 ميتيشن الهرمونز، طبعا احنا قلنا الحاجات دي في الكارير. اميونيتي ديفنس الـ YBCs اللي هي بتكون الـ اسمها ايه الـ IG يعني الـ Antibody، وكمان حوار الجاما جلوبيلين بيكون الـ Antibody برضو. Stoppage Bleeding الـ Hemostasis دي طبعا الفرق بينهم كويس جدا، دي حاجات مهمة يعني او نعملهم بدي احسن اهو. الهيموستيز هيمو جاي من دم يعني بتوقف ستوبج البليدنج. طيب بسبب ايه؟ بسبب بليتلتس او الكلوتينج فاكتور. بليتلتس صواحي الدمويه موجوده عادي في البلاد، كلوتينج فاكتور اللي كان بيكونها برضو جزء من البيتا جلوبين كان بيعمل كلوتينج فاكتور، وكمان الفايبرونوجين والبروسترومبين برضو. تاني حاجه الهومو بقى، الهوموستيز يعني اللي هو الانترنال انفايرومنت بتاعنا تبقى ثابته ازاي، ان هو احنا بنثبت الاكسترا سيلر فلويد وبنثبت البي اتش وبنثبت التمبريتشر والايونز كونسنتريشن، الحاجات دي الحاجات اللي بتكون عندنا اصلا تبقى جزء من مكونات الخلايا او الفايتال ساينز بتاعتنا يعني لازم تبقى ثابته، ده اسمه هوميوستاسيس، لكن هيموستاسيس بتاع وقف البليدنج يعني. طيب ندخل بقى على الاسئله اهو. طيب بيقول ان الميجر كومبوننت بتاع البلد، طبعا الميجر كومبوننت كان البلازما 55%. طيب which of the following plasma components is responsible for main colloidal osmotic pressure، قلنا الاوزموتيك بريشر كان ايه، كان البيومين. ليه؟ لان هو له
molecular weight وكمان high concentration. كان كم تلاتة؟ كان من تلاتة ونص، من تلاتة ونص لإيه؟ لخمسة جرام. تمام. دكتورة قالت دول مهمين يعني كام لو حصل وجي سيف في الفاينل وكده. ده نوع من الاسئله برضه بيقول ليست النون سبيسيفيك فانكشنز. ايه النون سبيسيفيك فانكشن؟ كان كارير، كان المصطلح اللي احنا كان الكارير، وكان البيرميابيليتي، وكمان البفر. طيب انيوميريتد كوز بتاع الديكريز الريشيو، قلنا ديكريز الريشيو لو الاي قلت او الجي زادت. الاي قلت في حالات ايه؟ في حالات الليفر ديزيز او الكين ديزيز او السيفير بيرن. ايه تاني؟ الجي هتزيد امتى؟ هتزيد في حالات الهايبر جاما جلوبيرين جلوبينيميا، اللي هو في حالات الانفكشن وحالات الاوتوميون ديزيز. خلاص الامبورتنس قلنا ان ده ايزي تيست، وقلنا انه بيستخدم كبروجينستيك مش دايجنوستيك. تمام. وكمان ان هو بيبقى فولو اب البروجريس بتاع الديزيز والافكت بتاع تريتمنت. اكزبلين الميكانيزم بتاع الاديمه في كيز الهايبو بروتين. هنقول حاجتين، هنقول انه بسبب نقص البلازما بروتين. طيب بسبب نقص البلازما بروتين ده طبعا نقص الكلويدر اوزموتيك بريجر، وكمان لما نقص الكلويدر اوزموتيك بريجر هيخلي الميه او الفلويد يخرج بره الانترستيشيال والانترسيلر. ايه تاني؟ ان برضو بنقص البلازما بروتين اللي مش هيحصل كلوجر للبورز دي، ولما ما يحصلش كلوجر للبورز هيزيد البرميابيليتي، وكمان لما تزيد البرميابيليتي بقى هتخرج الفلويد ده لبره. الحمد لله الذي هدانا لهذا، ما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. ان شاء الله تكون محاضره خفيفه، مش عارفه طولت ولا لسه، والله غصب عني. ربنا يوفقنا جميعا وييسر لنا كل حصير. استمروا طبعا في دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.